السلام عليكم الإخوة اللي متبعين المعاناة ديال غالب عبد العزيز المعروف بفيلة، والمحاي اللي كيعيش فيها، والتشرد اللي عايش فيه لحد اليوم. 10 أيام وحنا على هاد الحالة. جاو هاد الناس على أساس أنهم غادي يريبوا هاد الدار والدار اللي منها لهيه، ولكن الطريقة باش خدموا طريقة عشوائية، يعني بداو بهنا واحد شوية دخلوا التراكس، ضربوا الدار الفوقانية بالتراكس، طلع الفوق دار تك تك لاح على داري. داري راه دابا تفرقعت. أنا متشرد كنعس في الزنقة، الوليد والمرأة راه مخشيين، كل نيبة مخشيين، كل تحتالين. هاد الناس ما جاو عندنا، ما سولونا، كيجدوا يضربوا هنا وكيمشوا لبلاصة أخرى. يعني حنا كنعيشوا واحد المأساة كبيرة بزاف. وعيت بالبكاء، وعيت بسميتو، وعيت بالغوات، وعيت 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 وتهدمت. أنا اللي كنطلب من هاد الناس باش يدير لنا واحد الاعتبار. حنا كفنانة، وأنا في آخر أيامي غادي نتبهدل في الدائرة ديالي، الدائرة اللي عطيتها الكثير. كنت كنحيي حفلات تعيد العرش أيامة الحسن الثاني الله يرحمه في هذه الدائرة، في أي مناسبة كنت موجود. ولحد الآن أنا كنت موجود حتى في الحملات التحسيسية ديال كورونا، كنت موجود. درت حملة تحسيسية مع جهة معروفة، وكندير الفن وكنعيش من الفن. وعام وحنا في الحجر الصحي ما كاين والو، انا كندير مسرح الشارع. هذاك المسرح الشارع هو بين قوسين هو اللي كنجيب منه القوت ديالي، واخا كنلقى عراقيل تما كنجيب منه القوت ديالي باش كنعيش. ساد عليا داري، ما عندي كرا، الضو كنخلصو الضو كنخلصو الى يومنا هذا. كنعيش من هذاك، كنقدر ناكل خبيز واتاي، ناكل داكشي اللي قسم الله وساكن وحامض الله. هاد الناس هالطريقه اللي داروا راه ما مزياناش. واش الممثل في اخر يوم يتبهدل؟ مشات الصحه، ما كاين فلوس. هاش نقول لكم، كنتمنى على الله يسمعوها الناس المسؤولين على هاد البلاد. والامل ديالي، الامل ديالي كبير في سيدنا الله ينصره محمد السادس. هادشي اللي غنقول لكم، هادشي اللي غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنطلب من الاخوان اللي كيعرف فيلة يتساند مع فيلة. فيلة راه في العذاب، فيلة راه في العذاب، فيلة راه عنده واحد النفس ما كيرضاش. فيلة راه انسان اللي ما كيرضاش ونفسه خايبه، وكما كيقول المثال، جوعي في كرشي وعنيتي في راسي، ما عمرني مشيت دقيت على شي واحد قلت لي يعطيني ولا هذا. كنكافح، كندير اعمال ديالي، كنخدم، وكنتمنى على الله. رعيت بالبكاء، طابوا لي الدموع، طابوا لي طب 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 عيني طابوا. تهلكت، كنعيش في واحد لاروتين، في واحد سميت واحد الاحباط، واحد الاحباط خيب. كنتمنى على الله باش شي جهه تشوف فيا وتجي عندي لعين المكان. عين المكان يعني في بوطويل الزنقه 12 الدار 70، بوطويل الزنقه 12 الدار 70، يجيو عندي هنا. انا في عين المكان، انا ديما هنا حيت انا متشرد كما كنقولوا بهذا المفهوم. انا متشرد دابا في الزنقه، يجيو عندي ويشوفوا من حالي. هاد الناس كيقول لك خرج سير فين غادي، باش غادي تاخذ البارطمان خاصك له واحد العداد، خاصك لها الفلوس باش تخلصها. باش غنخلصها انا؟ ما عنديش باش غنخلصها، ما عنديش انا وزيدون عندي الملك باش غنخلصها. غير الوثائق، باش غادي نجمع الوثائق وجري هنا وجري هنا وجري هنا؟ راك كاع الناس اللي دازوا قبل ما يدازوا في العذاب. ها انا باش غندير هذا الشيء؟ وجهد قليل، جهد الله جهد الله جهد قليل. كي غادي ندير؟ كي غادي ندير؟ كنطلب من المسؤولين يشوفوا من حالي ويسرعوا. بغيت غير ساكن فين نستقر انا وولادي. وكنتمنى على الله الرساله ديالي توصل، ولا اله الا الله محمد رسول الله.